لاش براند بريطانية شهيرة بمستحضراتها العضوية الخاصة بالاسترخاء والصابون وهذه الأمور، بس يبدو أن لاش خلص غسلت إيدها رسمياً من مواقع التواصل. فالشركة بالأمس في إعلان مفاجئ قالت إنها ستعطل حساباتها الاجتماعية تحديداً في فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك، وراح تخلي حسابات تويتر ويوتيوب، والسبب هو إنها حابة تحط نفسية الزبون في المقام الأول وتوفر بيئة أكثر أماناً لمستخدميها وزبائنها. وهذا القرار حيتم لغاية ما لاش تحس إنه فعلاً مواقع التواصل صارت مكان آمن نفسياً وما راح يأثر خصوصاً على المراهقين. طيب، مثل ما بتعرفوا إنه فيسبوك وإنستغرام حالياً داخلين بمعمعة مع الكونغرس، وفي تحقيق جاري بعد عدة اتهامات بتزعم إنه شركة ميتا أو فيسبوك سابقاً بتأثر سلبياً على الصحة النفسية لمستخدميها خاصة المراهقين. وبالمناسبة لاش اعترفت بأنها بهذه الخطوة راح تخاطر بأكثر من 13 مليون دولار من المبيعات اللي بتكسبها عن طريق السوشيال ميديا، علماً إنها حتعطل حساباتها في 48 دولة. ينضم إلينا عبر زوم من عمان الطبيب النفسي دكتور ليث العبادي. دكتور ليث، شكرا لمشاركتك معنا. الحقيقة أنا مستغربة 13 مليون دولار ممكن الشركة تضحي فيها عشان نفسية الزبون، والزبون هو المراهق؟ يريد تشرح لنا. يعني ما بقدر أدخل في نواياهم بشكل جدي لأني ما بعرف نواياهم، ولكن كل خير إن شاء الله. بشكل عام إن شاء الله أتمنى أنها تكون الهدف الأساسي هو حماية صحة النفسية وخصوصا المراهقين. لا شك إنه لكل يعني لا شك إنه للإنترنت وللسوشيال ميديا أثار سلبية على الصحة النفسية للكبار وللصغار، ولكن أيضا يوجد أثار إيجابية، يوجد فوائد، يوجد مضار. إحنا طريقة كيف نحد من المضار ليس طريقة المقاطعة بل تحسين طريقة الاستخدام. فأنا يعني مرة أخرى لا أستطيع أن أدخل في نواياهم، ولكن أعتقد أنه هو نوع من الدعاية، لأنه لا خالف تعرف يعني شركتي. خالف تعرف هذا هو منهجها. ممكن لأنه في أي ذكر هو أي دعاية هي دعاية، يعني أي دعاية هي دعاية إيجابية إن كانت سلبية أو إيجابية. فهم مجرد ما عملوا هذا الشيء، هنا الآن نتكلم عنهم على التلفزيون، كل العالم عم تحكي عنهم، قد يكون في هدف وفائدة أخرى مش مضار وتضحية زي ما هم مسوقينه، ولكن لا أعلم. لا شك أنه السوشيال ميديا لها مضار ولكن لها فوائد كبيرة وكثيرة مش الحل نبتعد عنها. ليش التركيز على المراهقين علما أنه هم الكبار اللي بيروحوا بيشتروا هذه المنتجات وهم اللي بيصرفوا؟ هون بنرجع نشكك في نواياهم مرة أخرى، وهذا مش الشيء اللي بتعمله. ولكن فأنت يعني أنتوا زبائنكم أغلبهم من الكبار، تحكي بدنا نقاطع عشان المراهقين، موضوع مش مفهوم، يمكن خطأ مني أنا مش فاهمه ومش فاهمين ليش هم هيك عم بتصرفوا. تعبونا نفسيتنا يا دكتور. ممكن أشياء أخرى تظهر لنا لاحقا، ولكن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي الحل لتخفيف مضارها النفسية على الناس. طيب هذه دكتور، هي أهم نقطة من ناحيتي اللي بدي أوصلها. دكتور، عندك تفسير ليش تركوا منصتي تويتر ويوتيوب للإعلان وسكروا باقي حسابات التواصل؟ هلأ في بعض الأبحاث بتبين أنه اليوتيوب هو الأقل ضررا على الآخرين، تويتر ما بعرف، بس قرأت بحث سابق أنه اليوتيوب مشاهدته ما فيها تأثير الإدماني تبع باقي وسائل السوشيال ميديا. فإذا بنفكر فيهم بإيجابية وندعم هدفهم، اليوتيوب بالعادة لا يسبب الإدمان لأنه ما في إشارة وحماس وضغط بعديها، يعني ممكن تشاهد فيديو لدقائق طويلة، بينما باقي السوشيال ميديا بلاتفورم مصممة بطريقة فعلا تسبب الإدمان. هي تعطى وسيكولوجيا مدروسة، هي أنه أنت في شيء مؤثر بخليك تتحمس أن تعلم ما هو، ولحظات انتظار ثم مكافأة. فنظام المكافأة بتعزز مع استخدام كل وسائل السوشيال ميديا، لأنه دائما في شيء أنت تبحث عنه وبدك تشوفه، وفي ترقب سريع للقادم إن كان بتقريب الفيديوهات في التيك توك، تقريب الأخبار في فيسبوك، أيوة. تقريب الصور في إنستغرام.
هذا الشيء مش موجود في يوتيوب. فإذا احنا يعني افترضنا النية السيئة في الأول وحكينا عنها، افترضنا النية الإيجابية، فلأنهم لأن اليوتيوب قد يكون أقل ضررا.